الوراق هذا المكان اللي في الحقيقة بيحمل عدد كبير من الصفات اللي كتير من المصريين افتكروا انها انتهت. الوراق هي المنطقة الشعبية اللي لسه فيها احساس بالوطنية والرجولة والنخوة. الوراق اللي المصريين اللي فيها زي بقية المصريين عندهم مشاكل اقتصادية كبيرة وعندهم رغبات في تحسين أوضاعهم الحياتية، بس مش بالطريقة اللي الدولة بتعملها دي. الوراق يعني الحفاظ على مربعات لأفكار موجودة في تراثنا وتاريخنا المصري متعلقة بالثبات على الأرض. احنا ما بنبيعش أصولنا، نشتري ما نبيعش، نوسع ما نقللش. حتى لو كانت الأصول دي بيت معمول بالطوب الأحمر ويعني نظام السباكة فيه مش أحسن حاجة والدش اللي فوقيه عامل كده اهو ومع أي شوية هوا بيطلع شاب من الشباب يعدله، الوراق يعني تبقى قاعد جوه مكان وحاسس انه البلد بمعنى الحكومة والرئاسة والأجهزة والبشوات والضباط قاعدين بيعدوا عليك كل نفس وانت خارج من الجزيرة او راجع ليها. الوراق يعني الفيديو اللي انت هتشوفوه دلوقتي. مش هنسيبها للحرمية، يا بلبورة ونسر وكاب، يا اخواتك مش ارهاب، يا احنا اخواتك مش ارهاب، يا بلبورة ونسر وكاب، يا بلبورة ونسر وكاب، احنا اخواتك مش ارهاب، يا احنا اخواتك مش ارهاب. بنقول ايه؟ ايه؟ بنقول ايه؟ مش ساوي يا جدعان، مش ساوي يا جدعان، بنقول ايه؟ اصحى علينا، اصحى علينا، اصحى علينا، اصحى علينا، احنا جينا، احنا جينا. صراحة مشاهد رائعة جدا ومشاهد غاية في الروعة، بتفكرنا بهتافات يناير وبتفكرنا بالشباب المصري الجميل. ولو بصيت في الفيديو هتلاقي شباب صغير ورجالة كبار، كل الأطياف موجودين من أهالي هذه الجزيرة. أهالي جزيرة الوراق بيدونا نموذج مصغر عن الشعب المصري في تمسكه بأرضه وتمسكه بعرضه. عشان كده لما قلت الشارع المصري لو نزل وعبر عن رأيه وعبر عن، أقول لك على حاجة، الشارع المصري لازم ينزل يعمل ضغط على الدنيا كلها، وساعتها القيادة السياسية والرئاسة وكل الناس يقولوا عندنا شعب رفض الكلام ده. أهو الشعب أهو هتنزل مال الشوارع، بس هل إحنا عندنا هذا الأوبشن وهذا الاختيار ان احنا فعلا نبدا نسمح للمصريين ان هم ينزلوا واحنا كابتنهم في جزيره وعايزين ناخد منهم ارضهم وعايزين نهجرهم منها
فده رد فعلهم. ما بالك لو المصريين نزلوا. اه المصريين فعلا لو نزلوا الشوارع وعبروا عن رأيهم الموضوع هيتغير تماما، والمشهد هيتغير تماما، وهتعود تلك الهتافات اللي بتفكرنا بعبق وريحة يناير وريحة التغيير، التغيير للأفضل والتغيير للأحسن، عشان بلدنا وعشان ولادنا وعشان كل حاجة حلوة، وعشان أي حد له مطمع في بلدنا يعرف إن في شعب قوي مش هيفرط في البلد دي أبدا، حتى لو فرط فيها المسؤولين أو النظام أو الأشخاص أو الأفراد دول موظفين هيرحلوا، ومصر باقية، باقية للشعب ده، باقية لأولادها الحقيقيين اللي هم مش هيفكروا كتير وهم بيدافعوا عن أرضهم وعرضهم، وهيلاقوا إن الإجابة أموت وتعيش مصر، لكن مش أعيش ويموت المصريين. فرق كبير جدا وفرق شاسع جدا، وأكبر دليل هذا التواجد الجميل اللي احنا شفناه. أنا عايز أقول لك إن كمان أحد المواطنين اسمه مكرم محروس، وهو أحد أهالي جزيرة الوراق، بيتكلم عن مطالب أهالي الجزيرة، وبيحاول يشرح لنا الوضع ويشرح لحضراتكم الوضع من خلال تصاعد الأمور من قبل الشرطة، ولكن في الأخير لابد أن نسمع هؤلاء وأن ننصت لهؤلاء وأن ندعم أهالي جزيرة الوراق. تعالوا نسمعهم. طبعا الأمور كده بتتصاعد هنا، وطبعا مفيش حد بيكلم حد، وطبعا الأمور طبعا الناس زي ما حضراتكم شايفين كده العدد عمال يزيد والأهالي بتزيد، واحنا لنا مطالب محددة. احنا لا بلطجية ولا همج ولا سارقين أراضي دولة ولا بنسرق ولا بنبلطج، احنا كل المطلوب حقنا المشروع، حقنا المشروع في الدولة، كل المطلوب حقنا المشروع، حقنا المشروع في الدولة. احنا مواطنين مصريين لنا حقوق شرعية. انا ليا بيتي، اراضي، ارضي ملكي، القانون والدستور بيحميها. المفروض انت بتشتري بيع رضائي، يبقى يا باشا ما تحاصرنيش، يبقى تشتري بيع رضائي يبقى ما تحاصرنيش، سيبني يا عم، سيبني انت بتشتري وتبني وانا ببني، سيبني يا عم براحتي، انما ما تضغطش عليا، ما تحاصرنيش، ما توقفليش هنا مدرعات و 20 لواء على المعده دي، وما توقفليش هنا 20 لواء على المعده دي، ما فيش واحد يجيب اسمنت تراجعي. باختصار شديد زي ما حضراتكم شايفين كده وبوضوح القصه معبره عن نفسها، والراجل يعني شديد الوضوح بيقول لك انا مالك لهذه الارض، عايز تشتري مني لازم تشتري مني بيع رضائي بناء على القانون والدستور وبطريقة طبيعية جدا جدا، ولو ماليش مزاج ان انا بيع مش هبيع. يعني موضوع انا مش عارف الحكومة حط دماغها من دماغ المواطنين ليه، هو في حاجة غير كده هتحصل في البلد؟ هتقولوا ايه الوراق قاعدة، هتعملوها قاعدة حربية وتخرجوا الناس من الوراق عشان تعملوها ميناء غواصات في نهر النيل؟ هتعملوها ازاي يعني انا هسرح بخيالي مع ذلك الباشا اللي مقرر اللي هو يعني هيمشي الوراق وهيشتغل المشروع وهيحول الوراق الى دبي الجديد؟ ماشي، يا اما انت يا باشا مش واخد بالك انك مش عارض مبلغ كويس فالناس مش عايزه تبيع، يا اما انت يا باشا حد ضحك عليك انك انت بسياسات وتكتيكات امنيه متخيل انك هتضغط على الناس تخرجهم من ارضهم اللي معاهم بيع عقود خضراء وزرقاء وحمراء واحكام وبتاع. يعني في حاجه غلط في عمليه وصول واقع الارض لمتخذ القرار، في حاجه في الحته دي مش باينه عند طرف من الاطراف. لا دول بلطجية ولا دول ناس على قد حالهم ولا ما يعرفوش يرفعوا قواضي، يعني مش هيتعضوا ولا يتاكلوا، وعددهم كبير. تكلمش على أسرة، تكلمش على عيلة، تكلمش على شارع، تكلم على مدينة. فهتعمل ايه بقى؟
هتنزل تنظيم داعش وتقول الارهاب اشتغل فانه حارب الارهاب في الوراق؟ مش هتشتغل الحكايه دي. ده هم هيجوا يسلموك الارهابيين هيقول لك اهو خد يا باشا تعالى يا باشا اديله العيال دي ويسلموك هو الارهابيين. يعني كل التكتيكات المعروفه القديمه السابقه مش هتشتغل في الوراق يا جماعه، مش هتشتغل. والدخول في صراع مباشر مع الناس عشان تخرج الناس من اراضيها، طب ما هي والموت واحدهم بقى، اصل مش هيبقى بفضل حاجه بعد كده. هتخرجني من بيتي؟ انت متخيل يعني انه الناس دي عندها مثلا شقق في التجمع الخامس او في مشروع مش عارف مين في العالمين الجديده؟ لا، هتخرجوا من بيتك يا هتموته يا هيموتك. موضوع شديد البساطه جدا، ولا اتمنى في اي لحظه من اللحظات ان احنا يبقى في اصلا هذا الفكر وهذا التنفيذ وهذه الطريقه. واحنا يعني موضوع صعب جدا جدا تكونوا انتم مصدقين انه ده يمشي ولا ينفع. وبعدين يا جماعه دول مصريين، يعني انت هتحط له عسكري لا مؤاخذه جاي من محافظه انا ما يعرفش الوراق دي ايه عشان يحكموا ازاي بالعقل؟ انت عايز تفهمني انه الباشا الضابط المسؤول او الباشا الضابط اللي بيستلم الباشا المسؤول او الوردية الثالثة اللي بتستلم الباشوات المسؤولين السابقين قاعد شايف كل طوبة وكل حجر في الورق؟ لا يمكن، امنيا مستحيل. فهي تحط تروح لحسن عبد الله كده تقول له اديني بقى فلوس كتير كده عشان ادي الناس بتوع الوراق دول فلوس كتير تغنيهم وتطلعهم، يا كبر دماغك من الموضوع. لكن انت لاحظ عزيزي المسؤول اللي الناس بتشوفه ده بتستعيده على وعيها الشخصي وحياتها الشخصيه وبتقول لا ما هم صح. مش هتلاقي مواطن مصري من أقصى الطبقات الاجتماعية غنى لأضعف الطبقات الاجتماعية هشاشة، مش هتلاقي واحد فيهم بيقولك من حق الدولة إنها تاخد الورق دي تديها لسين أو جيم أو عين من الدول أو الشركات أو المشروعات. ليه؟ لأنه ده بيضرب حقه الإنساني البسيط الطبيعي في الملكية الخاصة. موبايل يا جدع، أرض يا جدع، بيت يا جدع، هتمخمخها ازاي؟